الحقيقة دوري واضح إن هو هيبقى دوري مختلف، دوري بدأ بمباريات كبيرة جدا وأهداف غزيرة جدا في كل المباريات اللي لعبت اليوم، ثلاث مباريات النهاردة الحقيقة والثلاثة ممتعين، الثلاث مباريات ممتعة سواء أول مباراة أو ثاني مباراة أو ثالث مباراة. لما تيجي تبص على شكل المباريات في بدايته دايما ما بتبقاش كده في مصر، احنا دايما متعودين هنا كده في مصر ان المباريات بتاخد وقت يعني اسبوعين ثلاثه كده علشان تلاقي المباريات حلوه. لا النهارده المباريات حلوه، البنك الاهلي بيفوز على الجيش 3-0 في مفاجاه. لما تيجي تتكلم على اخر حاجه عملها او التاريخ، اخر حاجه عملها نادي طلائع الجيش ان هو فاز على النادي الاهلي وفاز ببطوله السوبر ويلاعب البنك الاهلي اللي هو كان السنه اللي فاتت مهدد ان هو يهبط، لا تلاقي ان دي مفاجاه 3-0. والحقيقه البنك الاهلي قدم مباراه رائعه طوال شوطي المباراه. المباراه الثانيه سموحه او ديربي اسكندريه ما بين سموحه والاتحاد السكندري، سموحه بيتعادل او الاتحاد السكندري بيتعادل مع سموحه 4-4 بعد ما كان سموحه متقدم لنهايه المباراه 4-1. يعني سموحه كان كسبان لغايه اخر المباراه 4-1، لغايه اخر 10 دقائق في المباراه، ولكن يبقى ان في مدير فني اسمه حسام حسن، كابتن حسام حسن الحقيقه النهارده شغل رائع جوه الملعب، شغل حلو جدا اتعمل، التغييرات اللي عملت اللي عملها كابتن حسام حسن اتت بثمارها، فمن الواضح ان احنا هنشوف دوري حلو. هنشوف دوري صعب المنال ودوري قوي، خصوصا بعد كمان ما اتفرجنا على الشكل العام للتصوير ونقل المباريات، حاجة أفضل من الأول الحقيقة. يعني خلينا نكون منصفين ونكون واقعيين في هذا الكلام، لا هي حاجة أفضل من الأول، النقل التلفزيوني أفضل من السنة اللي فاتت. واضح جدا أن هناك فارق كبير ما بين النقل السنة اللي فاتت والسنة دي. كل واحد لازم ياخد حقه، لما بنقول حاجة دايما أو بننتقد بننتقد، لما بيبقى في حاجة كويسة بنقول إن دي حاجة كويسة. فالنهاردة الحقيقة لا، الثلاث مباريات ثلاث مباريات حلوة تتفرج عليهم وتستمتع بيهم وتتبسط بيهم. يعني النهاردة الناس كاتبه على السوشيال ميديا ان الدوري الانجليزي بدا، يعني الناس دايما واخده على الدوري الانجليزي في اولى مبارياته، دايما بتلاقي دايما الاهداف كتير والمباريات بتبقى قويه ويعني ماتش رائع جدا ومباريات رائعه جدا. النهارده اتقال مثلا ديربي اسكندريه امتع من الكلاسيكو الاسباني ما بين برشلونه وريال مدريد، لكن البنك الاهلي بيفوز على طلائع الجيش 3-0 في مفاجاه، كثير بيعتبر هذه النتيجه هي مفاجاه. سموحه والاتحاد السكندري 4 أهداف لكل فريق. فيوتشر بيفوز على فاركو في اخر المباراه لسه منتهيه منذ قليل، وان شاء الله الف سلامه هنحاول نطمن على نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي السابق الكابتن سعد سمير المعار الى نادي فيوتشر علشان نطمن عليه في اول المباراه. الحقيقه اتخبط وجاله نزيف، لكن ان شاء الله الحمد لله يعني اللي عرفناه ان هو زي الفل والدنيا تمام، ولكن عايزين نطمن عليه. هنحاول نجيب اي حد من فيوتشر يطمننا على سعد سمير. يمكن اقل المباريات من الناحيه الفنيه فيوتشر وفاركو، على الرغم من عدد الصفقات الكبيره جدا اللي عملها فيوتشر واللي عملها ايضا فاركو. طبعا فيوتشر بنسبه اكبر الحقيقه، ولكن كابتن علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر مدرب جيد، مدرب شاب عارف هو عايز يعمل ايه وعارف عايز ان هو يصل الى 3 نقاط في هذه المباراه تحديدا علشان البدايه تبقى قويه. قدر ان هو يكسب، قدر ان هو يجيب اللعيبه اللي هو عايزها، اللعيبه معظم اللعيبه اللي كانوا معاه النهارده تقريبا اشتغلوا معاه قبل كده في انديه اخرى، احمد رفعت في المصري وعمر كمال عبد الواحد في المصري، فكابتن علي حافظ اللعيبه بتاعته. بالمناسبه هم اللي عملوا الهدف، يعني الهدف اللي جابه نادي فيوتشر ايمن الصفاقسي اتلعبت له ازاي؟ الكره اتلعبت 1-2 ما بين احمد رفعت وعمر كمال، اداها لاحمد رفعت مره ثانيه عملها بالعرض هدف لايمن الصفاقسي اللي كان لسه نازل. رؤيه فنيه الكابتن علي ماهر. على الجانب الاخر كابتن مجدي عبد العاطي برضه يعني الله يكون في عونه، طبعا اول مباراه ليه في الدوري الممتاز مع فاركو كمع فريق فاركو يعني، ولكن في النهايه الفريقين النهارده واقفين على رجليهم بشكل جيد جدا. مباراه سموحه والاتحاد اللي ما اتفرجش على هذه المباراه فاتوا كتير، فاتوا كتير. سموحه النهارده قدم 80 دقيقه من الامتاع الكروي الحقيقه. احمد سامي كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه حافظ اللعيبه بتاعته، عارف اللعيبه بتاعته بتعمل ايه،
عامل فرقه جديده، خد بال حضراتكم، مشي من عنده افضل اللاعبين، حسام حسن اللي راح الاهلي، مصطفى فتحي ورفيق كابو، مجموعه كبيره جدا، احمد عبد القادر، مجموعه جدا من اللاعبين اللي كان بيعتمد عليهم كابتن احمد سامي بشكل كبير جدا، قدر ان هو يعمل فريق جديد. ودي ميزه الشباب، دي ميزه الشباب ان هو دايما بيحاول يشوف، بيحاول يفكر. اخر 10 دقائق كابتن حسام حسن فاجئنا الحقيقه بريمونتادا يعني من الاتحاد السكندري، حاجه جامده جدا وحاجه رائعه جدا جدا جدا، ضرب الجزاء وكورتين اتلعبوا بالعرض بالدماغ، احرزهم الاتحاد السكندري منهم هدف في الدقيقه 96. يعني كابتن حسام حسن الحقيقه وتألق واضح من اولى المباريات، يمكن اخر 10 دقائق بس، لكن الاتحاد لو فضل بهذا الشكل زي ما شفناه في 80 دقيقه او في 75 دقيقه، لا هتبقى الامور صعبه جدا جدا على نادي الاتحاد السكندري. مش كل مره تسلم الجره الحقيقه. سموحه كان في اول 70 75 دقيقه يقدر يكسب باكتر من 4 اهداف، يقدر يكسب باكتر من 4 اهداف بكتير، لكن جاب 4 اهداف 4-1 وبعدين 4-4. المهم المباراه انتهت نقطة لكل فريق واستمتاع لكل الجمهور اللي كان متواجد في الملعب واللي كان بيتفرج على شاشات التلفزيون. أيضا المباراة الأولى كابتن عبد الحميد بسيوني، من الواضح أن هناك حالة من مش عايز أقول التعالي، لأنه من المفترض أن خلاص مباراة الأهلي انتهت أو السوبر المحلي انتهى من فترة طويلة جدا، ولما نادي طلائع الجيش كسب النادي الأهلي خلاص الموضوع انتهى وعدى عليه وقت طويل جدا علشان تلاقي لعيبه طلائع الجيش لسه بيفكروا في هذه المباراه. نزلوا الحقيقه، لكن البنك الاهلي مع كابتن خالد جلال لا، فريق ممتع وفريق جيد جدا على الاقل في اول مباراه. طبعا مش عايزين نسبق الاحداث ومش عارفين ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه، لان كره القدم فيها دايما حاجات كتيره جدا. خلي بال حضراتكم، والمباراه الاولى للنادي الاهلي هي النادي الاسماعيلي، المباراه الثانيه البنك الاهلي. بنك الاهلي يوم الاحد اللي جاي على طول. اللي يشوف المباراه امبارح، اللي يشوف المباراه النهارده انا اسف، لا يعرف ان البنك الاهلي فريق جيد جدا وعنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين وعنده مدير فني جيد، فهتبقى مباراه صعبه وقتها هنيجي نتكلم عنها ان شاء الله. ولكن ثلاث مباريات النهارده الحقيقه استمتعنا بيهم، شفنا نتائجهم، نتائج مبشره لما هو قادم. بكره ان شاء الله ايضا عندنا ثلاث مباريات تانية في بداية الدوري. الأسبوع الأول هينتهي يوم الخميس بمباراة المحلة والمصري. بكرة إن شاء الله في ثلاث مباريات، المقاولين العرب والشرقية للدخان، ده هيكون التلات 26 أكتوبر، الجونة وسيراميكا كليوباترا أيضا بكرة، والزمالك وإمبي في بكرة إن شاء الله أيضا. أيضا مباراتين يوم الأربع، المقصة سيلاقي بيراميدز والنادي الأهلي سيلاقي النادي الإسماعيلي في افتتاحية الدوري بالنسبة للنادي الأهلي، ثم المباراة الأخيرة مباراة المحلة والمصري البورسعيدي. وبالتالي هننتظر نشوف بقية الفرق، هننتظر نشوف بقية الفرق إيه اللي هيحصل ونتفرج على بقية الفرق.